ملاحظه يعني ان مروان بسم الله ما شاء الله يعني اللهم لا حسد سابق سنه شويه. لا هو اكبر، الله هو اكبر ما شاء الله. تصدقي انا كمان برضه لاحظت الملاحظه دي، ما شاء الله من ساعه ما جيت والواد شكله كبير فعلا. يا عم الله اكبر ما قوله ما شاء الله يا احمد. ما شاء الله. لا هي بس المشكله ان امانه بس ولدت قبل ميعادها شويه. قبل ميعادها ازاي يعني؟ انا ولدت 5 شهور ونص. 5 شهور ونص؟ اه. ازاي يعني مش فاهمه؟ لا ما انا هفهمكم بقى، اصل ايه يعني في اليابان في تكنولوجيا جديده، الطفل بيحطوه في حاجه اسمها الحضانه الذكيه. الحضانه الذكيه دي يقعدوا فيها شهرين يخرج كانه عنده 2 سنين بالظبط، ولو قعدناه 3 شهور ممكن يخرج عنده 4 سنين. سبحان الله. سبحان الله. له في خلقه شهود. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بلاد متطوره، ما جبتلناش حضانه زيها ليه؟ اه على الاقل نحط فيها رغيف العيش بدل ما عمال يصغر يصغر يصغر. البيبي الجاي يا حماتي ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. بصراحه هي حاجه غريبه قوي، انا اول مره اسمع كده. لا اصل في اليابان هناك الموضوع مختلف تماما، يعني كل حاجه بالفلوس، كل حاجه لها سعر كمان. يعني انت لو انت عايز ابنك يمشي بدري، عايز تغير عينيه، عايز تغير بشرته، اللي انت عايزه، كل حاجه بالفلوس. انا سمعت انهم ممكن يعملوا له كسوه كده اهوت جلد عشان ما يتطربش. لا 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 احنا هنهزر ولا ايه؟ والله يا شرف انت لو رحت هناك مش هتعوزي ترجعي هنا تاني ابدا. طب والله جامد الموضوع ده يا جماعه. على كده بقى اول ما عدله تبقى حامل لازم اخدها تولد في اليابان. لا خليها حاجه تاني غير اليابان. انت عارف ان انا عندي افكار كتير جدا بتجيلي من اليابان، لازم اسالهم بقى الحوار ده. لا لا الموضوع ده غالي جدا ما تقلقش. لا لا انا هوديها كوريا، كوريا ارخص. وقطع الغيار متوفره. بالمناسبه في ضيف يعني عايز يتعرف عليكم. ضيف؟ ضيف مين يا ماما؟ ايوه ضيف، انكل سلم ابن عم ماما، شخصيه لطيفه قوي يا مونمون، هتحبيه قوي. بالمناسبه هو قاعد في شقه شرف. قاعد في شقه شرف؟ امال محمود وشرف قاعدين فين؟ لا دي حكايه طويله بقى مش هقدر اقولها دلوقتي، انتوا راجعين من السفر تعبانين. الظاهر حصل حاجات كتير يا ماما واحنا مش موجودين. الظاهر الظاهر. اوكي استني افتح له انا بقى. استنى افتح ازاي؟ اتفضل 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 يا سالم يا ابن عمي، اتفضل اتفضل سالم ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. انكل سالم ابن عم ماما. تشرفت. سالم ابن عمي. اهلا وسهلا. هو بيبص لنا كده ليه؟ اصله سالم ابن عمي. العيال دي العيال دي جايه من اليابان بيفهموا بسرعه. وده ابني. ما شاء الله حبيبي مروان جميل قوي. ربنا يخليك. شكرا. حبيب قلب مام يا حبيبي. ازيك يا اخواتنا؟ مبارك ايه يا عم؟ ايه وحشتوني وحشتوني. البيت يا حبيبي مضلم من غيرك. والله البيت وحشني كده برضه. سيب امك وتروح اليابان، قولي البلد حلوه. اه جميله جميله. ايه الغيبه الطويله دي يا كريم؟ هعمل ايه بس مشاغل الشغل يا فوتنا، هعمل ايه؟ ربنا يعينك يا ابني. ربنا يخليكم. مالك يا حبيبي خشس كده ليه؟ عامل زي ما يكون هناك مش بياكلوك. هعمل ايه يا ماما بس ضغط الشغل، وبعدين انت عارفه اليابان هناك الاكل ما يتاكلش. المهم طمنيني عليكم بس، انتوا اخباركم ايه؟ احنا يا ابني ظروفنا بقت صعبه قوي من ساعه ما سافرت، يعني الحال مش ولا بد. ليه يا ماما طمنيني خير؟ في ايه اللي حصل؟ الشغل يا ابني مريح شويه بسبب الرئيس الخشت، حسبي الله ونعم الوكيل بقى. خشت؟ ليه؟ قولي لي عمل ايه؟ معقول يا ماما؟ انت ازاي سايبه شرف قاعده كده عند طنط سعاد؟ نصيب بقى. وبعدين سعاد ايه؟ هي انفد بني ادمه زينا. تسلم ايدك. مع السلامه. بس بصراحه حضرتك غلطانه، انت المفروض كنت تتاكدي الاول قبل ما شرف تروح عندها. جرأة يا امانه، كلامك ناشف زي فرخ الصنفره. كفايه، مش عايزه اسمع السيره دي، انا مش ناقصه. حاضر. امانه تحفه السكارف اللي انت جايباها دي، هلبسها على دي، ايه رايك؟ حلوين عجبوكي؟ حلو. ايه ده يا امانه؟ ايه؟ انا ملاحظه حاجه غريبه قوي، كل الهدوم اللي انتوا جايبينها ميد ان تركي. اه ما هو اللبس في اليابان كله تركي. ازاي ده يعني؟ ما هو اليابان واخده التوكيل التركي بتاع اللبس. والله اه ماما عارفه.
على فكرة انت راجعة انت وكريم بتقولوا كلام غريب قوي. غريب ليه؟ انت مش عارفة ان تركيا حشرة نفسها في اللي يخصها واللي ما يخصهاش. طب اقول بس يعني نقول كلمتين كفاية رقصة دي ما تزهقيش يا عم شاي انت كمان ما تخش مني كلمتين جد انا ما ينفعش كده معاك ايوه لا 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 الحق يا كريم ده مكتوب عليها صنع في مصر ايه ما هم اليابانيين بيحبوا يجوا يقفلوا الشاشات بتاعتهم هنا عشان الايدي العماله ارخص وكده. بسم الله ما شاء الله ده كده بقى مصر اتقدمت قوي. امال يا بابا ده احنا بقينا جامدين قوي كده. برضو يا حبيبي تيجي تزورني من غير ما تجيب معاك مراتك وابنك؟ ده انا هتشحتف عشان اشوف ابنك. حاضر يا ماما ان شاء الله هجيبهم لك معايا المره الجايه. بس اما انا يا اولاد جاتني حته فكره جهنميه. ايه رايكم نعمل حفله كبيره هنا في البيت بمناسبه سبوع ابن ابني كريم؟ خدتوا بالكم ها؟ ونخلي فتنا تغني فيه ونعزم شارع محمد علي كله على الحفله وبكده نقطع الاشاعات بتاعت الرئيس الخش. فكره حلوه قوي يا مسعد. ربنا يخليك ليا يا جوز خالتي. يا اخويا تصور مع عشرك السنين دي كلها واول مره اعرف انك عندك فشه وكلاوي ومخ. الواد ايه؟ مبروك يا عروس. الله يبارك فيك يا جبرتي. ارجوك لا تجعلني فريسه للخجل. يا رب يا رب عوضك ولو جزء بسيط من اللي فات يا رب. أنا أسعد واحد في الدنيا، يكفي إن أنا جنب مراتي اللي بموت فيها وبحبها وبناتي اللي بعشقهم، عايز إيه تاني؟ اتفضلي. ربنا يخليك لينا. جبرت. اتفضلي يا ست الكل. لا لا لا، سوق أنت. يلا طيب وأنا أقعد جنبك كده. اتفضلي. اتفضلي. ربنا يستر يا جبرتي وما تقولش وقعته في الفخ. لا 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 عمري ما عمري. الحمد لله. نعمل فيلم مرهقات على السلم. انت اتاخرتي ليه يا روح قلبي؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تعالي تعالي تعالي. اجي فين؟ تعالي ما تخافيش. اجي فين؟ لا 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 احترمي نفسك. تعالي بقول لا لا عيب ما يصحش. لا ده انا ليا اهلي يقطعوني. يقطعوا ايه؟ نعم عايز ايه اتفضل قول. عايز ايه بقى؟ تنسيني ولا ايه؟ اسجنك اسجنك والله. هو انت بتعملي عليا يا صاحبتي؟ تعالي افتحي الباب. انا هعمل ايه ولا ايه؟ هطبق الغسيل ولا نهي مروان؟ ما تقوم تفتح انت. افتحي الباب بقى من سكات. انا مش عارف اركز ولا اعمل حاجه. عداله ايه في ايه؟ انا عايزاكي في حاجه مهمه قوي. طب تعالي. مساء الخير يا كيمو. انت نوري عداله اتفضلي. معلش بقى سامحني انا لقيت نفسي متضايقه قلت اقعد معاكم شويه. متضايقه؟ لا ابدا انا حاجه بس هو دلوقتي يعني ايه كيمو في ايه؟ لا لا ابدا يا حبيبتي بيتك وتنوري. هموت وعرب بيعملوا ايه العيال دي؟ انا حاسس بحاجه مريبه. انت متاكده يا عداله من اللي انت شفتيه ده؟
والله يا أمانة أنا ما قادرة أصدق عيني من ساعة ما شفتها. يا بنتي يمكن راحة تدي له أكل أو بتسأله على حاجة. أكل أنت كمان في وقت زي ده؟ بقول لك عمالين يضحكوا ويهزروا ولا كأنهم عصفورين كناريا ولا اتنين مراهقين. اتنين مراهقين؟ هي وصلت لاتنين مراهقين؟ زي ما بقول لك كده. طب إيه الحل دلوقتي؟ الحل؟ أنا هقول لك. ماله ده؟ ايه ده؟ انت رايحه فين؟ هطلع اقعد فوق مع عداله في الشقه عشان اسيبك تشتغل براحتك. انت مش مضايقني خالص على فكره. معلش يا كيمو يا حبيبي، ما احنا برضو لازم يكون عندنا دم يعني. لازم نسيبك تركز في شغلك. يلا ربنا معاك. وابقى خلي بالك من مروان عشان نايم جوه. والله؟ هي العيال دي مالها غريبه ليه النهارده؟ ماشي. لا استاذ والله خدي دي تاخد انت روح لا خدوا مال ولا تسلم ايدك طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت مستني حد ولا ايه؟ لا مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ اتحسدت انا، انا اتحسدت. انا دايما استنى. ايه؟ استنى استنى، الصوابع اللي بتدق على الباب دي مش غريبه عليا. استنى اشوف مين. امن ظهري امن ظهري. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ يا نهار من الحوس. بوليس يا امانه وعداله. انا اتقفش وانا في السن ده؟ بس وطك صوتك، يقولوا عليا ايه؟ فتاه مستهتره. اعمل ايه؟ اروح فين؟ اروح فين؟ استخبى فين؟ استخبى فين؟ هيقعدوا يخبطوا كده؟ انا عارفاهم، دول بناتي وغلسه زي امهم. اروح فين؟ اروح استخبى فين؟ استخبى فين؟ انا اقول لك اعمل ايه؟ هقول لك اعمل ايه. انا هسرق، احسن حاجه سرقه. انا سرقت. فوقني يا دي الجدعه، فوقني فوقني فوق. طب اعمل ايه؟ انتحر انتحر. انا عندي فكره حلوه قوي. اوفر هخبيكم. طب خبي، اروح المطبخ. لا 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 بس تعالي بس، تعالي بس. اهو بص، تعالي بس هنا. استخبى فين؟ طيب فين استخبى؟ هنا هنا هنا. استخبى فين؟ لا انا مش عارفه اروح منك فين. اروح منك فين؟ فين فين؟ خش هنا اهو. انا طيب تمام. ما تفتحش انت، ما تفتحش. امال احمل ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوه ايوه ايوه، لحظه واحده. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهلا يا عداله. مساء الخير. مساء الخير يا عمري. مساء النور. خير يا بنات؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سي فود وبالليل؟ انا بحب الحاجات دي بالليل. بياكل في طبقين وبيشرب في كوبايتين. فين القطه؟ قطه ايه؟ القطه فين يعني؟ جوه في اوضه النوم تحت السرير. قطه ايه فاهمين؟ انا هفهم حضرتك يا يمكن. اصل احنا كان عندنا قطه كده مربينها وبنام في سمك، يبقى اكيد القطه هنا. اصل هي دخلت اكيد حضرتك ما خدتش بقى. يا بوسي تدخل هنا ازاي؟ بوسي القطه كانت هنا قدام عينيا داخله، يعني اعمل ايه؟ اكدب؟ بوسي يا بوسي يا بوسي. ماما ماما يا ماما. يا فندم بس هي مستخبية يا فندم بس. أمانة جاي اهو يا عداله. يا بوسي ايه؟ ما لقيتيش القطه انت خالص؟ مفيش قطط. القطه القطه فين؟ الاكل ده ناقص له شاي. انا هعمل لحضرتك شاي. لا 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 لا، مش عايز شاي، انا هسهر طول الليل كده. لا ما هنا لازم اخش المطبخ علشان انا اكيد في لبن في الثلاجه والقطه تحت البوتاجاز. يا مسهل الحال يا رب. لما اخذ اونكل بقى سامحنا ازعجناك. لا لا مفيش حاجة. أمانة
مفيش قطط جوه، مفيش قطط ايداني شايفاها بعيني. طيب ادينا قاعدين لما القطه تظهر. هتروح طيب فين؟ طيب يا حبايبي تعالوا كله معايا، تعالوا اقعدوا هنا، تعالوا اقعدوا هنا. الله صحيح يا انكل، قولي يعني شرف كانت قالت لي ان في مشاكل في المنحل، ده موضوع حقيقي؟ لا 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 لا، ولا منحل ولا مشاكل ولا اي حاجه حبيبه قلبي، والله العظيم كله حليته خالص. الموضوع كان سهل خالص بقى، تلاقيش. امال شرف كبرت لي الموضوع لا ليه؟ لا 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 ولا حاجه ولا حاجه حبيبتي ولا حاجه. يلا طب معلش يا انكل، بعد اذن حضرتك يعني لو القطه دخلت عند حضرتك يا ريت تقول لها ان احنا بندور عليها عشان احنا محتاجينها ضروري. اكيد اكيد، بس انا كنت عايزكم تاكلوا معايا. لا ربنا يخليك يا رب، يعني خلاص بس احنا نستناها. هتروح مننا فين؟ هنلاقيها هنلاقيها عشان بس بحرك عارف. وطمنوني ها. حاضر ان شاء الله. انت كده انا هدور. والله يا بنت يا نور اسود يا نور نور يا خرابي لكم فاتت يا نور نور. ايه يا روحي يا خرابي يما يما يا بالراحه يا حبيبي بالراحه، راحت الغار يا بابا راحت الغار. عايزه كابوريا. انا جرالي ايه جرالي ايه والدنيا مالها حلوت كده ليه؟ جرالي ايه جرالي، بص على الحلاوة حلاوة دي بلدي ونقا. بص الدور 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 موعودة يلي عليك الدور 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 الدور. الحمد لله على السلامة يا ماما. ايه اللي مقعدكم هنا؟ هي حصلت عمرو دياب وجرالي ايه؟ وبالنسبه للريس متقال عادي يعني؟ بص على الحلاوه. لو سمحتي قولي لي انت كنت فين دلوقتي؟ كنت ببص على الحلاوه. ايه؟ انت مالك انت وهي؟ انتوا بتحققوا معايا؟ ماما احنا مش بنهزر. هو انت كنت عند انكل سالم دلوقتي بتعملي ايه؟ مين قال ان انا كنت عند سالم؟ انا اللي قلت. انا شايفاكي بعناية وانت داخله من باب شقته. جرى ايه يا بنت انت وهي؟ انتوا بتراقبوني ولا ايه؟ ماما لو سمحتي فاهمينها يا ماما. احنا مصدومين بقى. انت يا ماما يطلع منك كل ده؟ اخرس يا بنت. انتوا عارفين سالم يبقى مين؟ يبقى مين يا ماما؟ طب اقعدوا وانا هقول لكم. ادخلي يا عداله. يا عم عداله مين يا عم؟ انا كريم. ايه ده كيمو؟ سوري يا حبيبي افتكرتك عداله. بقول لك ايه، امانه عندكم؟ لا هي مش عداله عندكم. لا امانه قالت لي انها نازله لكم. الله، ما عداله قالت لي انها طالعه لكم. ايه الجو الغريب ده يا معلم؟ الله هو في ايه يا معلم؟ شكلهم عند امهم يعني. طب وما قالوش ليه يعني؟ ده كده في حاجه غريبه يا معلم بيطبخوها لنا. الله اكبر، قابل بقى يا ريس. ربنا يستر. طب بقول لك ايه، انا قاعد لوحدي ومخنوق، ما تيجي اقطعك ماتشين بلاي ستيشن؟ تقطع مين يا معلم؟ انت مجنون يا سيدي. طب هتلعب بمين؟ هلعب ببرشلونه. وانا هلعب بليبيا. يلا بينا يلا بينا. يعني انت طول الوقت ده مفهمانا ان ابونا ميت وهو لسه عايش؟ بدل ما اقول لكم ان هو في السجن. يعني ابونا كان مسجون ظلم وانت السبب؟ ما كنتش اعرف يا بنتي والله، ما عرفتش غير لما خرج وقال لي. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني انك طول الوقت ده كنت راميه في السجن وما فكرتيش حتى تزوريه؟ هزوره ازاي يا بنتي؟ منصبي انا مأمور سجن يا بنتي. يعني ايه مأمور سجن؟ يعني ما اقدرش ازور تاجر مخدرات. ايوه بس ده بريء. تاني بريء تاني بريء. حرام عليكم حرام عليكم، ما تبقوش انتوا والزمن عليا، حرام عليكم.
تعال بناتي بناتي استنى بابا. وحشتنا قوي بابا. وانت كمان يا حبايبي. ايه الدفاع ده؟ هتتقطع. وريني وريني. يا نهار ابيض. لا جول وجول وجول. اتعلم بقى اتعلم يا ابن اللعيبه. قالك هتقطعني يا قال. بقول لك ايه؟ انت مش شايف انهم اتاخروا ولا ايه؟ طب تفتكر نعمل ايه دلوقتي؟ ما تيجي ننزل نشوف بيعملوا ايه؟ يا سلام عشان تخلع من الماتش. يا ابني انت مغلوب وكمان بتتكلم. معلش كمل الماتش الاول وبعدين نشوفه. ماشي يا سلام اهلا بيك. تعال تعال العب. ياه كل ده استحملته يا بابا؟ الحمد لله يا بنتي كله مقدر ومكتوب. ايوه يا بابا بس احنا لازم نلاقي الست دي وندخلها السجن وتاخد عقابها. ايوه بس هتلاقيها فين؟ دي حكايه بقى لها سنين طويله. يعني هندور على ابره في كوم قش. جريه جبرتي انت عايز تجنني؟ هتفضل كده هش المشاعر؟ ده انا الوليه دي لو وقعت قدامي هاكلها باسناني. لازم تنتقم منها يا جبرتي، دي دمرت حياتنا. انتقم ايه بس؟ هو انا حسن الهلالي؟ لا يا بابا بصراحه ماما عندها حق. بنات اوعوا تجيبوا السيره دي قدام جوازكم خالص. ابوكوا هيفضل انكل سالم. لحد امتى يا ماما؟ لغايه ما اخلص من النيله اللي انا حطيت نفسي فيها، ومحدش يجيب سيره الموضوع ده لشرف، ولا يقول لها حاجه عن المجرمه اللي دخلت ابوكوا السجن. ازاي يعني يا ماما مش عايزه شرف تعرف ان ده يبقى بابا؟ مش عايزه لوكلوك، مش عايزه الموضوع ده يتفتح خالص. يعني انا مش فاهم، انت ليه مش عايزه شرف تعرف زي بقيه اخواتها؟ باختصار شرف بنتك لو عرفت هتبقى في خطر. يلا يلا نغير الموضوع. ايه رايكم في الجمبري؟ ايه رايكم في الكابوريا؟ يلا يلا اشريلي اشريلي من غير قطط. يلا اشريلي. اديني طبق. انت هتاكلوا لوحدكم ولا ايه؟ انا شوكتي اللي هناك دي هديها. يلا 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 كابوريا كابوريا نفسكم فيها. اكيد يا خيال تسلم ايدك. روح بابا ايه بقى يا قطه كابوريا زي ما هي. ربنا يسعدك يا رب يا ماما ويرزقك بالذريه الصالحه. انا وانت على مالك يا ماما. واحده واحده يا روحي. يا رب يسعدنا كلنا. يا رب امين يا رب. يا اهلا يا الحمد لله على السلام كريم. انتوا كنتوا فوق عند الراجل ده بقى بتعملوا ايه؟ جرى ايه يا ريسبشن انت واحاسيس؟ انتوا عاملين لنا كمين ولا ايه؟ يعني ايه كنا فوق بنعمل ايه يعني؟ بنلعب كاندي كراش؟ الراجل جعان قلت اودي له اكل، وبدل ما اروح لوحدي خدت بناتي معايا بدل ما اي بجامه تفتكر حاجه وحشه. والله كل ده بتودي له اكل؟ عادي عادي بتحصل، السفره في اخر الشقه. وبعدين ايه كل ده يا كريم؟ ده احنا يا دوبك بقى لنا 10 دقايق فوق. وعلى فكره بقى احنا اصلا كنا قاعدين مع ماما في شقتها. شيلي ايدك عندي. حاضر. مش عارف شكلكوا كده مش مريحني خالص. جرى ايه يا ريسبشن؟ هتعمل لنا فيها كلب بوليس؟ بلاش خيالك يسرح لبعيد. ام مع بناتها. يلا يلا بيتك بيتك. يلا خدوا جزء الخيل بتاعكم ده واطلعوا على شقائكم. يلا يلا تنكم البلد مليتوا البلد. قدامي يلا. الله قدامي. ما انا ماشيه اهو على مهلك عليها. اوعى تزقها. يلا. ما تزقش. على مهلي لسه بدري. انا عايز افهم بقى انتوا كنتوا بتعملوا ايه عند الراجل ده في شقته؟ ايه يا كريم في ايه؟ انت عامل موضوع ليه؟ احنا كنا بنزوره. يعني ايه بتزوروه؟ مروان صحي. ماشي ماشي لما اشوف اخرتها معاكي. فيها ايه يعني ايه يا ست هاني؟ ازاي تطلعوا الراجل غريب في وقت متاخر زي كده؟ يا حبيبي اولا ده مش راجل غريب، ده ابن عم امنا يعني في مقام ابونا. ثانيا احنا ما كناش هناك لوحدنا، كانت معانا ماما. مش عارف يا عدالة، من ساعة ما الراجل ده طب علينا ودخل حياتنا كده فجأة وانا حاسس ان هو ورا سر. سر ايه يا عمرو؟ انت مالك متأثر قوي بالافلام اللي بتشوفها كده؟ حبيبي ده راجل طيب وفي حاله، خليك انت كمان في حالك. ماشي ماشي يا عدالة، بس انا حاسس بقى انك مخبية عليا حاجة. لا اله الا الله، هخبي عليك ايه بس يا عمرو؟ وفي حاجة تستخبى؟ بصيري هعرف. طيب يلا تصبح على خير.
صباح الخير يا جبرتي. صباح الفل والجمال. امبارح كان اجمل يوم في حياتي. بص بص ايه ايه، وطي صوتك وطي صوتك بجد. طبعا اخيرا بناتي عرفوا ان انا ابوه. انت طيب قوي يا جبرتي، بس انا كنت خايفه قوي. وبعدين انا مش فاهم انت ليه ما قلتيش لشرف ان انا ابوها. اصبر اصبر، كل شيء باوانه. انت رايح فين؟ رايح لشرف. طب يلا زل. هترجع الساعه كام؟ يعني ما خلص الشغل هعمل ايه يعني. صباح الخير يا بشير. صباح النور يا فندم. ازيك يا بشير؟ الله يخليك يا سعاده الباشا. خلي بالك فتح عينك. تمام يا فندم. على فكره انا مش هينفع اطلع لك تاني ولا انت تنزل لي. فيلم الخطايا ده في نيته. ليه بس؟ الواد ريسبشن والواد احاسيس فيشوني امبارح، ولو حد شافنا هتبقى مصيبه. طيب ايه رايك احجز لك اوضه في فندق نتقابل فيها؟ فندق؟ اه فندق. محاوله. طيب. باي باي. مع السلامه. مش هقدر اوصلك بقى، خد تاكسي. حاضر. صباح الخير. شد يا تامر. حاضر. شفت الست نبويه تمساح؟ مفيش فايده، عماله برضو تقتل وتنيل الدنيا. انا مش فاهمه الست دي، مفيش اي حاجه ترضحها. الست دي قلبها ميت بقى بعد كل الحمله اللي عملناها دي، ولا همها اي حاجه. حاجة غريبة. لا المصيبة بقى ان الست اللي كانت بتجيب لي معلومات عنها اختفت فجأة، يعني وارد قوي تكون اتقتلت. نهار اسود، انا اتوقع اي حاجة من نبويه تمسح ورجالتها. ايه يا رشا في ايه؟ في دعوة جات لحضرتك بندوة عن الارهاب بفندق بلو ايجلز يوم الخميس الساعة 4 العصر. طيب ابقي فكريني بس قبلها بيوم لحسن انا بقيت انسى. تحت امرك يا فندم. ايه يا ابراهيم مالك؟ انا من رايي تشدد الحراسه شويه اليومين دول. نبويه التمساح سربت للصحافه انها تقوم بسلسله من الاغتيالات الفتره اللي جايه. طب وانا مالي؟ خدي بالك. يعني مش واخده بالي، ايه علاقه ده يعني انا ايه دخلي بالموضوع ده؟ لا اطمني خالص، يعني ممكن تدي بشله في وشك، تسقف موس وبخ في وشك، يعني تغزك بموت بطنك، اي حاجه من الحاجات دي. تغز وتسقف؟ امشي يا ابراهيم، امشي امشي من المكتب دلوقتي يا ابراهيم، امشي يا بابا بدل ما تترفد. امشي يا اخي، كاتك غزه يا مسقف. لغه حواري ايه ده؟ الهدف وصل الشركة، حاول. مدام انتصار، الأستاذ فايد عبد المغني برا. ده كان طلب مني ميعاد وقلت له كلم السكرتارية خليه يتفضل وابعتي لي البوفيه بسرعة.
اتفضل. اهلا اهلا. مساء الخير يا انتصار هاني. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا نورتنا. اتفضل حضرتك. يزيد فضلك يا ستي. اهلا اهلا. اتفضل. ايه اخبار سعادتك؟ الحمد لله، نشكر ربنا، احنا في نعمه كبيره الحمد لله. في الحقيقه يا فندم الحزب متابع نجاحاتك من فتره طويله، وفي اخر اجتماع لمجلس الاداره خد توصيه بعرض عضويه الحزب على حضرتك، لان الحزب يهمه انه يضم ليه قامات وشخصيات بارزه في المجتمع زي حضرتك. انا متشكره لحضرتك ومتشكره جدا للحزب للثقه الفظيعه دي. يا فندم ده شرف لينا احنا. قولي لي، ما فكرتيش مره ترشحي نفسك في مجلس الشعب؟ لا 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 لا، انا ماليش دعوه بالسياسه خالص. ليه يا فندم؟ ده برنامج حضرتك بيناقش قضايا سياسيه هامه جدا، ومن خلال حواراتك باين ان حضرتك عندك خلفيه سياسيه لا يستهان بيها. يعني هو انا احب اناقش القضايا السياسيه، لكن ما احبش ابقى في المنظومه السياسيه. وحضرتك ما تعرفيش المميزات اللي بيتمتع بيها عضو مجلس الشعب؟ لا الحقيقه مش كلها. طب اسمحي لي انا بقى اشرح لك وبالتفصيل الامتيازات دي ايه. شكرا. انصرف. شكرا. مساء الخير يا ست المأمورة. مساء الخير. الأخبار؟ بصراحة كده زي الأهرام، مفيش أي نتيجة. الكلام ده اعتدال. اقعدي. اعتدال لوحدها. معلش يا ست المأمورة، خليهم يقعدوا دول معايا. اقعدوا. قولي لي حصل ايه؟ بعد 3 أيام من مراقبة الهدف رقابة لصيقة. لصيقة؟ أيوة. أثبتت التحريات بما لا يدع مجال للشك إن الهدف ملوش أي أنشطة موبوءة. أمال مين القاتل؟ أنت؟ والله ما ليكي عليا حلفين، الست دي مراقبينها زي زلها بالظبط. يا سلام، ده إحنا عاملين عليها شبكة مراقبة ما تخرش المية، لكن نعمل إيه؟ ما فيش أي نتيجة برضه. أمال ليه بعتين لي تعالي بسرعة تعالي بسرعة؟ شايف الكلمتين الفارغين دول؟ ما دام أنت متأكدة إن الست دي من معتدي الإجرام، ما تبلغي عنها البوليس وتخلصي وتخلصينا. بوليس إيه؟ أمال الست المأمورة إيه؟ ما هي الاسم كله معانا أهو. لا مؤاخذة يا باشمهندسة. باشمهندسة؟ وربنا أنا هرجع على إيديكم على الريف، أروح أقول لهم إيه؟ الست دي شبه واحدة كانت مسجونة عندي؟ ما يمكن فعلا شبهها. أنا متأكدة إن هي، بس ما عنديش دليل. استمروا في المراقبة اللي زي وشكم. سنستمر. ولما تعرفوا معلومات تعالوا قولوا لي. حاضر. لو جبتوا لي نتيجه زي اللي انتوا جايبينها دي هسجنكم وانت هعدمك. احنا جعانين. طب مدام الحساب مع الباشا الراجل اهو. يلا انا اتعشيت. ها اوكي. الحساب حاضر. ها الحساب. ما جبتش الفيزا. ايه يا حبيبي مالك في ايه؟ الراجل ده يا ماما اللي اسمه سالم. سالم مين؟ الراجل ده اللي حماتي مقعده في شقه شرف. شفته عندها مرة. ده راجل لطيف قوي وشكله طيب قوي يا عيني كده. طيب ايه يا ماما؟ ده راجل شكله مريب جدا. ايوه صح، شكله مريب. انا قلت كده برضو. ماله ده؟ حط صوتك بس. علاقته بالبنات غريبة قوي يا ماما. علاقته بالبنات غريبة ازاي؟ يعني عارفة بيحبهم كده زيادة عن اللزوم، وحنين قوي عليهم، وطيب كده بشكل اوفر قوي. بصراحة انا بدأت اغير على مراتي منه. ايه ده؟ ايه ده؟ معرفش يعني اللي هو بيبقى يعني انا مش عارف اوصف لك ازاي يا ماما. بصي طريقته غريبه قوي. مين ده اللي طريقته غريبه حبيبي؟ ها؟ لا يا حبيبتي، ده واحد زميلي في الشغل، مش كده يا ماما؟ لا توفيق الدقن عامل معاكي ايه؟ تضحكي؟ والله توفيق الدقن احسن من حماتك، على الاقل طلع مره ولا مرتين طيب في فيلم، انما دي وهبه حياتها للشر. لا احسن شويه، خصوصا بعد ما نزلت الشغل. اوعي تاخدي منها حاجه، لما تيجي تديكي حاجه تحججي، قولي لها اصلي معدتي قبه، نفسي غمه، مناخيري شامه، اعملي نفسك ليمونه في بلد قرفانه. يا ماما يا ماما، انت محسسانة انا عايشه مع نبويه التمساح. العن وادل سبيل. قولي لي سالم ابن عمي عامل ايه معاكي؟ قصدي عامل ايه معاكي في الشغل؟ مش عارفه يا ماما،
الراجل ده انا بحس بحاجه غريبه قوي من ناحيته. بتحسي بيه؟ مش عارفه، بحس ان انا اعرفه من زمان، بحس ان انا ببقى مطمنه قوي وانا معاه، وبحس ان هو بيخاف عليا من الهوا الطاير، يعني بحس ان انا بحبه قوي مش عارفه ليه. كلها بقى ولا ايه؟ مالك يا ماما؟ لا انا لا بقى خلاص بقى ما. مالك يا ماما؟ حلف على المصحف يعني هجري. في سر كده انا مخبيها وان الاوان بقى ان انا اقوله لك، بس حلفي على المصحف ما تقوليش لحد. سر؟ سر ايه يا ماما؟ سالم. يبقى ايه يا ماما؟ بابا. شرف حبيبتي. كنت حاسه انك بابا. يا حبيبتي الحمد لله. انت اللي قلت لها وعماله تقول لنا ما نقولهاش ليه؟ من غير ما تقولي كنت حاسه متاكده ان انت بابا. يا حبيبه قلبي بابا. على اي حال احنا بنحاول برضو بقدر الامكان ان احنا نشوف العيال دي البيئه. اوه يحصل، بس هما مش كبروا على الحكايه دي. نكمل. جبرتي يا جبرتي جبرتي كيد العزال انا من يومي. ايوه حبيبي جاب لي فلايه. ايوه وانا كنت عايزه دفايه. ايوه بيلعب لي شنبو بيرقص لي حواجبه. يلا النبي بعد عنه. اخيرا. انا مش مصدق نفسي يا نور، انا وانتي لوحدينا كده. معقولة لوحدينا؟ انا وانت احمد. ايه ده ايه ده ايه ده لوحدينا؟ ايه ده ايه في ايه؟ مال نور؟ جبرتي في ايه يا جبرتي؟ جبرتي مالك يا جبرتي؟ يا لهوي يا لهوي. وسع 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 يا اخويا، وسع بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا جبرتي، هي عين وصابتني. والله انا دايما محسود على مهلك على مهلك يا اخويا. بسرعه بسرعه ان شاء الله خير ان شاء الله خير. احنا قلنا مش في السن ده. ما علينا. اصلي سالم ده مع الراس الكبيره، وانا اللي كنت فاكراك اندرتيكر بتاع المصارعه. ادفع نص عمري واعرف ايه السبب. حاسس ان انا اتخدعت في الجوازه دي يا ماما. والنعمه انت هترفدني بالداخليه كده بقى. يبقى حضرتك خدعتينا. انتوا ليه مصرين على الموضوع ده؟ انت يا حبيبتي تستاهلي كل حاجه حلوه. مش بالسهوله دي يا كريم. انا بعملها بما يرضي الله عشان خاطرك انت. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ انت زودتها قوي. انا والله كنت متفاهم وجهه نظر حضرتك. الحموات الفاتنات هيصدقونا؟ لما قالوا لي ما صدقتش. فلتتي مني يا نور المره دي. اللي ملوش غير في اهله ملوش غير في حاله. اصيله يا بت، تربيه ايدي.